قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. صفقة انتقال أيوب لكحل والوداد تصل إلى باب مسدود والناصري يصدم لكحل بهذا القرار. أكدت جريدة أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة بأن سلسلة من اللقاءات المتتالية التي عقدها سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي مع اللاعب التطواني أيوب لكحل الذي كان مرفوقا بوالده ومدير أعماله في نفس الوقت لم تكلل بالنجاح بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه السابقة، وهو ما جعل مسلسل المفاوضات يصل إلى باب مسدود بعد أن أبدى لكحل ترددا كبيرا في حمل قميص الوداد الرياضي بسبب بعض الجزئيات المالية التي ساهمت في تعثر التعاقد إلى حدود اللحظة. ومن جهته كشف مسؤول إداري بفريق الوداد الرياضي في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أن الناصري طالب من الكحل ووالده بالبحث عن فريق قادر على دفع مليار سنتيم، إذ أراد تسريحه باعتبار أن الوداد الرياضي هو المالك لعقد اللاعب، مشيرا إلى أن قرار الناصري الأخير خلف صدمة قوية في صفوف اللاعب ووكيل أعماله أي والده وأربك حساباتهما. وفي سياق متصل كان أيوب لكحل ووالده قد اجتمعا مع الناصري خلال الساعات المتأخرة من ليلة أمس الجمعة بمنزل هذا الأخير بمدينة الدار البيضاء لإكمال المفاوضات الخاصة بانتقال مهاجم المغرب التطواني السابق إلى صفوف الفريق الأحمر، إلا أن عدم تفاهم الأطراف المذكورة على حيثيات صغيرة أجهضت ذلك. يشار إلى أن مجموعة كبيرة من الجماهير الودادية عبرت عن جام غضب بها تجاه اللاعب أيوب لكحل الذي تمرد على مسؤولي النادي الأحمر أكثر من مرة، وطالبوا من سعيد الناصري بتوقف المفاوضات معه باعتبار أن الفريق الأحمر أكبر من أي لاعب كيفما كانت قيمته أو مكانته.